نحكيه على الانتدابات اللي صارت ما بعد 2011 وعلى الشهائد العلمية المزورة. فما ناس اليوم يقول لك هات نرجعوا لل 2011 ونعاودوا نثبتوا وندقوا في الشهائد اللي صارت من وقتها. اللي شهادته مريقلة خلي يخدم على روح، واللي شهادته مزورة خلي يلقى العدالة تاخذ مجراها. المستحسن انه يثبتوا تثبيت باهي، كان عندهم الحق وشهادتهم صحيحة يقعدوا يخدموا على روحهم، كان ما عندهمش الحق ومدلسين يتبعوا قانونيا زادة، مش يتسيبوا كم شهر وحده يروحوا وكهو يلزموا يتحاسب. مش يخرج من الخدمة وكهو، لا يلزم يتحاسب هو واللي حطه. بلا هو جاب الشهادة مزورة ودخل يخدم من بعد فاقوا بها مزورة يقولوا له تصبح على خير بسلامة، لا يلزموا يتحاسب. وكيفاش وصل بالشهادة هذيك وشكون زورها له وشكون حطه خدم؟ وقته يتحاسب هو ايه ليش اللي دلس واللي دول يخدم زاد. انا هاو عندي تو انا بنتي قاريه ومتخرجه وعامله وكل شيء، تخدم في معمل تاع خياطه. تخدمش في خدمتها معنا؟ لا 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 لا، بنتي قاريه بيولوجيا تحاشي. اش قرب البيولوجيا للخياطه مدام؟ اش باغي قاعده في الدار وكلهم قاعدين هذوك. على الاقل قال الراجل نويه تسند الزير، خاطر الزير طاح برشا قيمه فراغ، هو الزير فارغ ومتكي، حتى مش زير متكي ومليان فارغ. قول انت وبلاصتها واخذينها شكون؟ ماخذينها لاصحاب الشهاده هذوما اللي كان قاعد تحت الحيط سنه. احنا عندنا واحد سنه رابعه دل كونتابلي في بلاصه معروف وراسك العزيز نعرفوه حق المعرفه، احنا نفدلكوا عليه نقولوا له سبعه سنه رابعه دل سلم قرايته. هياك كونتابلي في سبيطار من سبيطارات الدوله زاد. لا مدام وراسك العزيز تو نحي الميكرو تو نحكي لك بالكدا. كونتابلي في سبيطار؟ كونتابلي في سبيطار. شو يحسب مدام؟ انا واعره ما عليه. اي وبرشا وبرشا، وولد خوه هو زاد في وزاره اخرى، وولد خوه الاخر في الشومي. وراسك العزيز وراسك واللي خلق الكون، ثم بعده اللي خلق الكون ثم بعده. يخدموا بالقدا هذوما؟ والله الاخرين قاري، الاخرين قارين بالحق. اي وشهيدهم بالحق، لا ما نكذبش في هذه. اولاد اخواته، اولاد اخواته الراجل هذاك قارين بالحق، حتى كي حطوهم صحه وفرحه خاطرهم قاري. قراو كي ولادنا معارف مش بالمعارف قارين، حتى كي تحط في بوست ينجم يسكر الباب اللي حله له. اما الاخرين اللي مش عارفين كحهم ومبوحهم هذيك المصيبه، هذيك المصيبه الكبيره. مدام راب عدل اللي يخدم كونتابلي في سبيطار؟ اي يخدم، اي يخدم على ما يخدمش بيه، مش انسان هو. اي حقوقه تعطيه انه يكون يلزمو يخدم. يخدم حقوقه. حقوقه خو دخل الحبس 14 سنه وخرج ما يوليش وزير. يا بنتي خلينا ساكتين على البير ما هو منتن ولا قد ما تحرك تخرج تخرج ولا يحراهو. اش معنى يا خوك شد الحبس تمشي تشد انت وظيفه؟ مالا مالا ما خوك هكا شد الحبس قداش من سنه وهرب وانت بدت ايامه يلزمه هو، ما معناه العائله كل تطلع خاطر تتاسوا عليه. معناها مرو خدمه ما مش فيه ما وظيفه عموميه مدام. يا عشبي يخدم من حقه. لا وانت تو والله خدت تو حتى كان باش يسمعوني باش يعرفوني وباش يولي وجيران وخيين، ما ريناش منهم الخايب كناس من بعضنا، ما ريناش منهم الخايب. ما نكذبش زاد قول فيا قول عليا. امورك في انت، امورك في روحك، امورك في روحك ما يهمنيش فيك باهي خايب روح منك انت. ما جاني شيء، انا موصلني منهم شيء بصراحه، لكن كيف نحكيو على تونس وقتها نولي عندي حق باش نتكلم. كيف نولي نحكيو على بلادنا واش صاير فيها، باش نولي كل انسان هذاك حذقني ضرني في بلادي. الشهاده العلميه المزوره انا حسب تجربتي البسيطه عندها سنوات، لكن الملف هو تحير تويك، وان شاء الله الدوله تشوف معناها والناس المسؤولين على ذلك والساهرين على حمايه المصداقيه نتاع الدوله هذه ان شاء الله يتحركوا، ان شاء الله يشوف ولو عنده 30 عام حتى خدمه يدبر راسه فهو يتحمل مسؤوليته. انت مع اعاده التدقيق والتثبت في الشهيد هذه من 2011 لتو يعني تيل 13 سنه؟ لا لا من الاستقلال لتو يلزمهم يثبتوا، فهمني ولا شكون مزور وجا اللي خذا الريتريت هذاك برا صح عليه نقزها، واللي مازال حتى ولو عنده 30 سنه سيرفيس يلزمه الناس كل الناس كل تعدى على السيارات. وبعد؟ وبعد تالي تحمل مسؤوليته، انت مزور شهاده وجاي تخدم اي وعندك 30 عام وعندك 70 عام ايش بيه؟ مزور ولا مزور مزور ما تحكيليش. شهيد مزورة هي مادام قبلتها الإدارة، الإدارة هي مذنبة. تو أنت فما إنسان انفرمي يدخل معناها تكنيسيان في ماتير أخرى ما تجيش خلاص. يعني الإدارة هي اللي هي السبب بصراحة. ما يظهر لي ما نحكيش على السياسة. أنا إنسان متوظف خديت الريتريت وخدمت البلاد هذه بقلب ورب كما الرجال الباهي الكل.
ما ريتش الحق، ما ثماش شهيد مدلسه في معناها في بعض البلايص. ما ظنش كان للدرجه هذه مركزين على الشيء هذا. شو تعملوا تو؟ انسان دخل وعمل صغيرات، ما تجي تخرج تو؟ فك بلاصه صغيره. فك بلاصه صغيره لفوتي فات. الخطا معناها الناس كلها معناها مشاركين فيها الخطا. تو البلاد تبدلت وكانت عمل له عام سلف تقول انت ليه؟ ما والله صعيبه، ما تنجمش انسان انتم توظفوا باش تخدم عمل الوليدات تقول لك تخرجوا تبطلوا توا، صعيبه شوي. يقول لك يعني جل الخدمات نتاع الاداره توا اللي قاعدين نشوفوا فيهم والمشاكل والثغرات والتجاوزات والكل، كان ترجع تثبت تلقى فيها ناس ماهيش كفء مثلا. هي نمشي معاك باهي. فما امبوش هو توا صريح العباره يعني بركوا الاداره. بركوا الاداره اكيد يا اخي، ما نحبسوش، لازم نكملوا دور نافون. معناها كي يوقع انتداب الاداره تثبت في الشهيد وكل شيء، كل حد ياخذ حقائقه. معناها انت معدل انه انسان والديه يستثمروا فيه ويبيعوا الغالي والنفيس باش يخدم خدمته، بعد يلقى روحه يخدم في خدمه هشه، ما عنده حتى امتيازات وحتى شهريه، والانسان ما عنده حتى مستوى جمله يبي يخدم على روحه وامتيازات. جو سوي كونت الحق ضد هنا. بلاد كامله كلها فهمت شهيد مزوره من 2011 فهمت للتو، اللي دخلوا التعليم ودخلوا الصحة ودخلوا كلهم شهادة مزورة، كلهم معروفين. هذه بلد كاملة دخلت فهمت في حيط يا أخي. تو التعليم فهمت علاش المشكلة الكبيرة اللي صايرة تو، ما يحبش يرسموه وكذا، مو شهادة مزورة كلهم دخلوا، دخلتهم جماعة النهضة، ادخل دخل 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 شهادة مزورة فهمت. هاو قاعدين نعانين، هاو بركوها كل شيء بركوه، شنو بلاد كاملة في شهادة مزورة. تو كان يعملوا فهمت جدول للوزارات كلهم اللي دخلوهم وكذا، يا ودي مدير عام نتاع ستاك فهمت، ولا مدير عام ما عندوش الباك، كان عون بلاد. شوف لا بلاد يا ودي صحيح فلتت من اليد السلطه، وما عادش عندنا فهمت قدره باش نوقفوها على ساقيها مره اخرى جديد. غلطه كبيره بالنسبه لبنتي، الانتدابات هذه بنتي اللي قاعده صايره بنتي ما بين 120 وحتى ثم ما اكثر. انت كي تهز المطلب نتاعك وباش تمشي تقدمه وباش تمشي تخدم في وظيفه عموميه، مش نورمال مو يتعدى على اكثر من شخص هذا يطبع وهذا يصحح وهذا يثبت؟ هي بنتي بطبيعه الحال كل واحد بنتي لا هذا من هذا بنتي، هذاك صاحبه هذاك اخوه هذاك ولد عمه بنتي، يتعدى من هذا لهذا يلقى روحه بنتي من طرف فلان. اي من طرف فلان يلقى روحه يخدم على روحه مراهني بنتي برشا، مش الوفات تخدم تو فهمتني امور امور، ويزيد ياخذ امتيازات بطبيعه الحال، يزيد امتيازات ويزيد برشا حاجات ويترقى يلقى روحه قريب يوصل للرئيس. وكان لازم كريهبه معاهم كريهبه فهمتني، ولا الشوفير معاهم يلقى روحه فهمتني امور هاني فهمتني. واللي صاحب حق مسكين يخدم في خدمه لا علاقه ب مسكين تلقاه يضرب في المرمى امور تعبه فهمتني تحت الحيط. بالاقل احنا مادام نعرفوا في الانتداب باش تمشي تقدم مطلب، باش تمشي تخدم على روحك كوالي، لازم عندك الوثائق نتاعك المطلوبه الكل، وان برانسيب حتى تكون ناقصه بطاقه تعريف ولا تصوير يرجعوك. يرجعوك من البيت يرجعوك، هما كيفاش خدموا الله اعلم. هذه نقطة استفهام كبيرة. كيفاش وصل انه شكون اللي مد يده باش دلس له ساعة وثيقة رسمية؟ دلست وفين دلست؟ وشكون قبلها؟ خاطر مش ما يعرفش هو اللي دخل خدمك ما يعرفش اللي هي مزورة، صعيب. صعيب. وفي الانتداب ما دام مش يتعدى على أكثر من شخص معناها الملف بتاعك. إيه إيه إيه. احنا ما حد ما يعمل حاجه انا مش عارف شيء، باش يدخل خدمه ورقه وتبقى مطابقه لاصله ومش مطابقه لاصله بلديه، وشكون وجري وان شاء الله توصل. اي اما كيفاش تتعدى على هذم الكل؟ هذيك الغريبه، هذاك السؤال غير مفهوم. كيفاش تعديت وكيفاش وصلت وكيفاش انت هذاك الكل المرحله ما قصيتها ودخلت تخدم وبشهاده مضروبه وامتيازات حقوق عاد ولي بعد كي تجي باش تولي باش تكلموا حقوق الانسان وحقوق الحيوان وحقوق الحشرات وكل مولي عندهم حقوق. ولا مصيبه ولا في البلاد ولا معنا ربي هكا. نجم تبني على اساس خايخ؟ لا اكيد ليه ما نجم تدهن بنيه محروقه مثلا؟ ليه ما تنجمش، لازم تقرقش وتنظف الكل. اي اكيد هي خلوه يخدم على روح، هي الناس كلها معرضات وخاطر نظيف رئيس دولة، يا ناس نظيف يعاونوه الناس كلتنا يا اخي، واحد هو مش يصفيها تو يحارب فيهم كل واحد هو الرئيس مسكين. ثم قرارات في الإدارة ما تتطبقش على خاطر أنت تابع فلان وتابع فلان، وهتنعملوا سياسة لي الذراع للرئيس وللغيره معناها. ما يلويش الشعب هو اللي يحكم، مش يلوي تو نطلعوا لهم للشارع هذا اللي ضد الرئيس نطلعوا لهم، احنا ناس ندعموا فيها خاطر هو نظيف.
واحنا ضد اللي مشي يهلك البلاد. والحملة قايمة نظف الإدارة تو. أكيد أكيد أنا معاه أخوي خلي ننظف. ليش مش تنظفها الإدارة؟ تي بشوي بشوي. صعيبة هي صعيبة الحكاية. يا أخي الناس دخلت عروقها الكل بارتو. يا أخي هما فك العشر سنين هذوكم. والله العظيم باش ما نكونش نافق في نفسي، أنا واحد من الناس تعاطفت معاه. قسما بالله تعاطفت معاه. مش ندمت، لا غالبا أنا نظيف من داخل. قلت ناس يعرفوا ربي وكذا كذا يعطينيهم الثقة، لكن ها طولي هم قال لك هات ما يثبت اللي احنا بينا وعلين. ريت المشكل قعدنا انا الشعب قعد في الهواء قعد يتدرجع واحد. سؤال المطروح كيفاش دخلوا؟ انت من المفروض وقت اللي تهز ملف وباش انت تبوك في خدمه يثبتوا لك في شهادك الكل ويثبتوا لك في الوثائق اللي انت مقدمها وحتى كان تبدا ناقصه ورقه ولا اثنين يقول لك لا ارجع. كيفاش هذا شهادته مزوره ويدخل؟ ايه اول حاجه ما نتهموش العباد فهمتني، السيد اللي قبل الملف فهمتني، السيد اللي قبل الملف ثم حالتين، يا اما يبدا على نيته وشاف الشهيد وكذا جاهم، اما نورمالمون لازم اكل الكاشي سيش تبع الجاف هذاك هو الفيصل، وتبدا الشهيد كيما الفلوس، ريت الورقه النقديه فيها فهمتني تصوير فرحات حشاد من داخل ما نعرفش كيفاش حصيله كيما الباسبور كيما هذيك ما نعرفش انا، لازم يكون هكاك حسب رأينا. وزادة تعديت عليه السيد هذاك ولا واخذ بايو زادة ها مالاش نو هكاك تعديت هي سبه لا الملف نتاعك يتعدى واحد يستقبل الملف الاخر يصحح الاخر يوافق الاخر لجنه هذا من كل تعدت عليهم باهي مش ديان الحرب نتاع 67 عاودها في 73 الخطه الحربيه هذي قالوا له ما نعملنا هذه ونهزمنا ونعرش وكذا قال اني اعرف العرب لا يقرؤون عاودها ونربح الحرب عليه مو صح لولاني شاف لولاني الناس كل صح سلسله واحده ما يثبت حد صدقني لا يثبت حد